أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي الشهير باسم ابن بطوطة، كيف أصبح مولوعاً بالسفر والاكتشاف، وما غايته من رحلاته الكثيرة؟ دعونا نتعرف على قصته باختصار. ابن بطوطة مستكشف وعالم جغرافية ومؤرخ مغربي، عاش في القرون الوسطى في الفترة من 1300 حتى 1369 ميلادية، في عصر القليل من كان يفكر بالسفر والاكتشاف بسبب صعوبة التنقل ومصادفة المجهول. بشهادة المؤرخين الغربيين يعتبر ابن بطوطة واحدا من أعظم المسافرين في التاريخ الإسلامي والعالمي، حيث قطع مسافة تقدر بحوالي 120,000 كيلومتر، والتي زار من خلالها أكثر من 40 دولة، والتي دامت لعشرات السنين. استطاع أن يستكشف شمال أفريقيا وجنوبها، وجنوب وشرق أوروبا، وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا والصين، كما أنه قام بأداء الحج وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة. أيضا زار مدينة جدة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية، ورسم خرائطا للبلاد التي زارها والتي استخدمها المستكشفون من بعده كمرجع أساسي لا غنى عنه في رحلاتهم. كما أنه ألف كتابا باسم رحلات ابن بطوطة، الذي يحكي فيه عن الثقافات والغرائب التي عاشها من خلال رحلاته التي خاضها. من أكثر الدول التي كان مولوعا باكتشافها هي الدول العربية، ليقارن الاختلاف والتنوع الثقافي بين الحضارات الإسلامية. فبعدما قام بزيارة السعودية وأداء مناسك الحج، سافر إلى عمان واليمن التي انبهر بمعمارها، وسوريا والعراق التي وصفها بالتفصيل، رجوعا إلى السودان ومصر، الحضارات الراسخة لآلاف السنين. وليس هذا فقط، فقد زار أغرب الثقافات حينها، مثل تنزانيا والموزمبيق وأيثوبيا والهند، التي انبهر بمدى تقدمهم بالطب بالأعشاب. لكنه لم يدون شيئا عن بلاد فارس المعروفة بإيران حاليا، وكذلك تركيا وجورجيا، مما يعني أنه غالبا لم يصل إلى هذه المناطق. أما سبب حبه للسفر هو أنه كان يعيش بمنطقة حيوية بالمغرب والمعروفة بطنجة حاليا. كان يرى العديد من المسافرين والاختلافات بين العقائد والثقافات، من هنا بدأ شغفه ينمو باكتشاف العالم. ما يجب أن نتعلمه من شخصية ابن بطوطة هو العزيمة والإلحاح وحب الاكتشاف. ضع نفسك مكانه، هل كنت لتخاطر وتكتشف المجهول؟ رغم أنك تعرف أن هناك احتمال كبير قد تنتهي حياتك بهذه الرحلة الخطرة. لا شك أن رحلات ابن بطوطة كانت طويلة وشاقة، خصوصا في القرن 14، حيث وسائل التنقل البدائية والطرق المحفوفة بالمخاطر، وقد كان يواجه العديد من التحديات والصعوبات، ولكنه كان يتميز بقدرة رهيبة على الصبر والرغبة، وهي ما جعلته قادرا على المضي قدما في رحلاته. في عصرنا الحالي أصبح السفر سهلا للغاية، وكل شيء أصبح سهلا، لكن رغم ذلك ليس الكل لديه العزيمة الكافية لعيش التجربة واكتشاف ما يحبه، سواء كان السفر أو غيره. التعلم أصبح أسهل من ذي قبل، والوصول إلى المعلومة أصبح أسرع، لكن رغم ذلك نسبة التعاسة والتشاؤم زادت، فكلما زادت سهولة الحياة يزيد معها ضيق الصدر وسوء المزاج. لا تنسى أن تدعمنا بإعجاب ومتابعة الحساب إذا لم تكن مشترك بعد، ونلقاكم بموضوع جديد.